من طهران ينضم إلينا رئيس تحرير صحيفة إيران دبلوماتيك دكتور عماد أبشناس. دكتور عماد أهلا وسهلا بك معنا. يعني انتخابات يتنافس فيها 4 مرشحين، 3 منهم محافظين وإصلاحي، وحيد الأوفر حظا فيهم وهو إبراهيم رئيسي لا يتمتع بخلفية اقتصادية بل خلفيته قانونية. برأيك هل يؤثر ذلك على شهية الناخب الإيراني؟ تحياتي لك وللمشاهدين الأعزاء. فكما ترى خلفي يبدو أنه في العصر يعني شهية الناخب الإيراني ازدادت للاختراع، وهذا لم يكن متوقعا يعني بهذه الكثافة. عموما الناخبين الإصلاحيين والرماديين ينزلون بعد الظهر إلى صناديق الاختراع، وهذا ما نراه اليوم خلفي ما يحصل. وطبعا بالنسبة لرئيس الجمهورية هو لا يحتاج أن يكون شخصا اقتصاديا، يحتاج أن يكون مديرا قويا. وبما أن السيد رئيسي هو الأوفر حظا لحد الآن لا يمكن الحسم، يعني هنا نقطة مهمة. لحد العصر لو سألتيني هذا السؤال لكنت قلت لك أن السيد إبراهيم رئيسي قد حسم الانتخابات، ولكن بعد نزول الناخبين الإصلاحيين والرماديين إلى صناديق الاختراع ممكن أن نشهد حتى تحول إلى الدورة الثانية من الانتخابات. على كل حال حتى لو فاز السيد إبراهيم رئيسي في الانتخابات، البلاد تحتاج إلى مدير يدير البلاد، لا تحتاج إلى شخص يكون هو اقتصادي. يعني رئيس الحكومة لا يجب أن يكون لديه جميع يعني يعرف جميع المواصفات، هو يأتي بمدراء يأتي بوزراء هم يقومون بهذا العمل. المهم بالنسبة للناخب الإيراني أن يكون الرئيس رئيسا إذا ما أردنا أن نقول صالحا، ليس لديه خلفيات اقتصادية سيئة إذا ما أردنا أن نقول، أو اختلاسات أو اتهامات بالفساد أو غيره. اليوم هذا أهم شيء بالنسبة للمواطن الإيراني، والرئيسي يعتبر من الشخصيات التي ليس هناك أي اتهام بالفساد تهم دولة حوله أو حول عائلته إذا ما أردنا أن نقول. ابقى معي سيد أبشناس، نتابع معكم مشاهدينا في هذا العرض تفاصيل عن نظام الحكم في إيران. قال مسؤول أمريكي لصحيفة أكسيوس الأمريكية إن إدارة بايدن ترغب في إتمام العودة للاتفاق النووي الإيراني قبل تنصيب الرئيس الإيراني الجديد. أضاف المسؤول أن عدم التوصل لاتفاق قبل وصول الإدارة الإيرانية الجديدة سيثير شكوكا بشأن مدى إمكانية تحقيقه. كما اعتبر المسؤول الأمريكي أن استمرار المفاوضات دون تحقيق انفراجة يقلل من فرص نجاح الأمر برمته. نعود إلى ضيفنا من طهران رئيس تحرير صحيفة إيران دبلوماتيك السيد دكتور عماد أبشناس. دكتور عماد، في ظل هذه التصريحات الأمريكية التي تفضل أن يكون أي اتفاق حول العودة للاتفاق النووي قبل تنصيب الرئيس الإيراني الجديد، إلى ما يأخذنا ذلك يعني، وما تأثيرات ذلك برأيك على الموقف داخليا وعلى مسار الانتخابات الإيرانية؟ أنا لا أتصور سوف يكون له تأثيرا على مسار الانتخابات الإيرانية، فالناخب الإيراني اتخذ قراره والليلة سوف تنتهي الانتخابات عمليا، لربما الأسبوع المقبل. يعني إذا ما ذهبنا إلى
مرحلة ثانية من الانتخابات لربما هذا يؤثر، ولكن إذا تم حسم الانتخابات الليلة هذا لن يؤثر. الموضوع أن مصلحة الأمريكي تقتضي أن يقوم باتفاق مع إيران قبل تسلم الحكومة الإيرانية الجديدة مهامها، لأنه إذا ما تسلمت الحكومة الإيرانية مهامها بالتأكيد مثلا على الأقل الفريق المفوض الإيراني سوف يتغير، الحكومة الإيرانية، وزارة الخارجية، مجلس الأمن القومي وغيره، كل هؤلاء سوف يتغيرون، والمفاوضات ممكن أن تمتد إلى ما أكثر من 6 أشهر أو عام آخر. واليوم يستطيع الأمريكي أن يصل إلى نتيجة مع حكومة الرئيس روحاني، وبالتالي يعني يكبل يد النظام الإيراني بهذه الاتفاقية، بدل أن ينتظر يعني ماذا سيأتي مع الحكومة الجديدة. وصلت الفكرة، شكرا جزيلا لضيفنا من طهران رئيس تحرير صحيفة إيران دبلوماتيكا دكتور عماد أبجناس.